mieux vaut-il, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, نعرفوا باللي الخطر الحقيقي هي العصابة. العصابة الحاكمة، عصابة الدراس والمجموعة المرتبطة بها من المدنيين المرتزقة. ونشتغلوا على هذا الأساس. هاي مال هذه تكملة إن شاء الله لما بدأناه. سؤال رقم 10 يقول فيه أخونا كانال دي زيد: من هو بصراحة الأوساط، جهات أو دول التي تهدد جغرافية الجزائر كما تحدثتم عنها مرارا؟ ونشكرك أخي الكريم على هذا السؤال بالغ الأهمية، وأيضا كان أضاف شيء في الفيديو اللي بعثها، قال إضافة لهذا السؤال قال فيه: هل تقصد مرات لما تكلم على التهديد الجغرافيا في الجزائر، هل تقصد ما يحدث في منطقة القبائل وبعض الناس اللي عندهم ربما توندونس سيباراتيست؟ وهذا الكلام مرات نسمعوه من البروباغاندا تاع النظام. سؤال مهم للغاية وشكرا. أنا في الواقع مباشرة في هذا السؤال، أنا ما أقصد، لا أقصد الجزائريين في هذا الموضوع، لا، قناعتي الراسخة أنه الجزائريين، أغلبية الغالبة من الجزائريين هم ناس مخلصين لوطنهم، هم ناس وإن اختلفنا في الأفكار ولا وإن اختلفنا في الطروحات ولا وإن اختلفنا في التوجهات وفي القناعات، لكن هناك توافق عام بين الجزائريين على حبهم لوطنهم، استثني من هذا العصابة الحاكمة والمجموعات المرتبطة بها وبعض المرضى. ولما نقول بعض المرضى هنا نقصد بعض الناس اللي عندهم قناعات متطرفة، سواء كانت متطرفة باسم الإسلام أو متطرفة باسم القومية أو متطرفة باسم البربريزم، باسم البربرية. نعرفوهم، الجزائريين يعرفوهم، كاين ناس ما تهمهمش الجزائر، هم صالحة. لكن أنا لما نتحدث عن التهديد الجغرافي للجزائر لا أقصد هؤلاء، هذا حديث آخر، ربما في هذا احنا نفصل. لكن خليني نقول لك ما أقصد به. أنا أقصد به القوة الخارجية. الآن في هذا الوضع العالمي وضع صعب، العلاقات بين الدول هي علاقات تتميز بالقوة في الأصل، بمعنى أنه في الغالب الأقوى هو اللي يفرض سيطره على الأضعف. هذه بين الدول وبين الأفراد وبين خاصة في جو يكون مش متحضر والعالم غير متحضر، خاصة عالم الدول وعالم الحكومات، يعني أسوأ الأشياء وأقدرها تتم داخل الحكومات على اختلافها. ضف أن التاريخ عبارة كله عن صراع بين الناس، بين الدول، بين البلدان، وشهدنا مثلا القرن العشرين في حد ذاته شهد حربين عالميتين، وبعد الحرب العالمية الثانية فقط هناك عشرات الحروب اللي وقعت، وفي الغالب هي أطماع دول في دول أخرى. الجزائر الآن طمع فيها الآخرين، بمعنى أن الجزائر الآن في وضعها، جزائر ضعيفة، جزائر مجتمع ضعيف، شعب مقهور، دولة تعبانة ضعيفة جدا، هيكلها مؤسساتها أفرغت من محتواتها وأصبحت أجهزة، ونظام الحكم أيضا سقط في يد عصابة استولت عليه بكل الطرق واستخدمته لتدمير الدولة والمجتمع. وهناك قوة ساندت هذا النظام، ساندته لمجموعة من الأسباب. كاين مرات أسباب مباشرة وسبب غير مباشرة، وكاين أسباب قريبة وأسباب متوسطة وأسباب بعيدة المدى. من بين الدول اللي ساندت هذا النظام عندها أهداف بعيدة المدى، من بين هذه الأهداف هو أنه كلما ضعف نظام الحكم كلما أدى حتما إلى ضعف الدولة، وكلما ضعفت الدولة كلما أدى ذلك إلى إمكانية انكسار هذه الدولة، أي إلى إمكانية ضربها جغرافيا. احنا في الجزائر التاريخ ضرب، الان التاريخ في شكوك، حتى الثوره حولها شكوك، شكونا في كل شيء. العلاقات بين الجزائريين ضربت، هذا اسلامي، هذا ديمقراطي، هذا علماني، هذا لائكي، هذا يقتل هذا، هذا يدمر هذا، الجيش ضد الشعب، بمعنى انه في فوضى شامله داخل الجزائر منذ خاصه انقلاب 92.
كل ما ضعف مجتمع مضاعفة يؤدي هذا إلى ضعف الدولة، كل ما ضعفت الدولة يؤدي هذا إلى يخلي الأطماع الأجنبية فيها. راني نفكر في وضع فيديو في المستقبل حول القوى المتربصة بالجزائر، استراتيجية اللي راه عندها، وهما يتكلموا، بعض القوى تتكلم طريق غير مباشر على خطط في المستقبل. لازم نعودوا نعرفوا عندنا طريقة وفهم وذكاء باش نقدروا نستخرجوا بعض الأشياء اللي تعطينا مؤشرات سيديزانديس اللي يعطونا على سياسات القادمة. إذا قلت هناك دول ساندت هذا النظام، وهذا النظام انعزل على الشعب، ما عندوش علاقة بالشعب. الآن هو يستند أساسا على الدعم الخارجي، الدعم الخارجي اللي هو يجي عن طريق أموال، لأنه يبيع بترول وغاز وكذا إلى آخره، إذن أموال من الخارج، أو لأنه إذا تكملة للإجابة على أخونا قناة ديزاد ديموكراسي، السؤال اللي يطرحه بعدين، السؤال 10 أعتقد، 11، يقول: من هي وبصراحة الأوساط، جهات أو الدول التي تهدد جغرافية الجزائر كما تحدثتم عنها مرارا؟ وكان أضاف الفيديو اللي أرسلها، يقول: هل تقصدون بذلك بعض الناس في منطقة القبائل؟ إذن شكرا أخي الكريم على هذا السؤال، لأنه بالفعل مهم جدا وما كانت ليش الفرصة باش نطور فيه. المشكلة أحيانا لما الإنسان يتكلم خاصة على القنوات التلفزيونية، القنوات التلفزيونية عند في الغالب وقت محدود، وعندهم أسئلة وعندهم حسابات وعندهم ترتيبات، فما مرات ما تجيش شرح، أو ما يقدرش الإنسان عنده إمكانية أنه يفسر ما يقصد. ولذلك أنا يسامحوني بعض الإخوان لما مرات ما يفهموش، أو على الأقل ما يشوفونيش تكلمت على الموضوع بتفاصيل، لأنه راهو ظروف التلفزيونات واللقاءات التلفزيونية راهي عندها وضع خاصة، يعني ما هيش سهلة. يعني على كل النقطة هذه، النقطة الأولى اللي نجاوبك عليها، نقول لك لا، أنا لا أقصد جزائريين في هذه النقطة. أنا قناعتي أن الأغلبية الغالبة من الجزائريين عندهم إخلاص وعندهم حب للجزائر وحب لوطنهم كما أغلب الناس يحبوا وطنهم. لكن طبعا هناك جزائريين كما كان دائما عبر الزمان، سواء بعد الاستعمار او بعد ذلك او مع هذا النظام او قبله او غيره، اللي هما مرتبطين بمصالح خاصه ومستعدين باش يذبحوا الوطن، باش يبيعوا الوطن من اجل مصالحهم الخاصه. ضف الى ذلك ان هناك بعض الجزائريين مرضى بمعنى الكامل للكلمه، مرضى متطرفين. وانا في اعتقادي ليكستريميست دي مالاد افون تو، ليكستريميست كيل سوا ان هوم او اون فام ايت ان بيرسون مالاد افون تو. والاكستريميزم امون سونس هو ستين مالادي. اذا التطرف في اعتقادي انا هو مرض، والمتطرفون هم مرضى، سواء كان التطرف هذا ياتي باسم الدين او باسم الوطن او باسم القوميه او باسم العنصريه او باسم اللغه، مهما كان المتطرف هو بطبعه عنده افاق ضيقه، عنده عقل ضيق، عنده كما يقول الانجليز هنا فيري سمول مايند، عقل صغير جدا. وفي الغالب هما ناس اذا اقل شيء وصف عليهم هما انهم مرضى. احنا عندنا متطرفين في الجزائر، عارفوه، متطرفين باسم الدين، متطرفين باسم اللغه، متطرفين باسم العنصر، متطرفين باسم الجمهوريه، متطرفين بكل الاسماء. اذا انا لا اقصد هؤلاء المتطرفين داخل الجزائر، سواء كانوا يتواجدوا في منطقه القبائل او غير منطقه القبائل. نحن في منطقة القبائل كان ناس مرضى، شفنا بعض الناس بدون تسميتهم ينادوا إلى ما يسمى بالأوتونومي، وما يسمى بكاين حتى اللي يقولوا السيباراتيزم، وكاين اللي يقولوا كذا إلى آخره. أنا نقول لكم بصراحة وباختصار بسيط وبكل وضوح، أنا خصم لهؤلاء، أنا سأكون من الناس اللي يقفوا لهم في كل اتجاه، سواء كان باسم أنه قبائلي أو باسم أنه عربي أو باسم أنه شاوي أو باسم أنه نزاري. اللي يريد المس بوحدة الجزائر سأكون أول، وأعتقد أنه لست وحدي، أن الغالبية المطلقة اللي ما قلناش 99% من الجزائريين بالمئة راح نواجهوها، وسنواجه بكل طرق. لن نقبل بضياع وطننا مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات ومهما كانت التفسيرات، لكن في نفس الوقت